الإغلاق الثالث خلال عام منذ بدء جائحة كوفيد-19 إجراء تتخذه السلطات الإسرائيلية لمحاصرة الفيروس والحد من انتشاره. الإغلاق شبه التام دخل حيز التنفيذ على أرض الواقع لمدة أسبوعين قابلين للتمديد لأسبوعين إضافيين في حال عدم بلوغ هدف خفض معدل الإصابات الجديدة إلى ما دون 1000. وبموجب التدبير الجديد بات ممنوعاً على السكان التنقل لأبعد من 1000 متر عن مكان إقامتهم مع بعض الاستثناءات مثل شراء المواد الغذائية وممارسة الرياضة وتلقي الرعاية الصحية. لكن خلافاً للمرتين السابقتين فإن المدارس ستواصل التعليم من خلال المزج بين الدروس حضورياً والتعليم المنزلي عبر الإنترنت. في المقابل يتعين على غالبية المتاجر إغلاق أبوابها أمام الزبائن والاستعاضة عن ذلك بخدمة التوصيل المنزلي فيما يمكن للقطاعات المهنية التي لا يتعامل موظفوها مع الجمهور أن تواصل مهامها بنسبة موظفين تصل لنحو 50%. إنه أمر جيد لأنه يجب احتواء الوباء، فمن المستحيل ترك الناس يمرضون ويموتون. أما من الناحية الاقتصادية فسيؤدي الإغلاق إلى انهيار الأعمال التجارية. وفور معرفة السكان هذه القيود هرع معظمهم إلى الأسواق لشراء حاجياتهم، فيما جاء قرار الإغلاق صعبا على أصحاب المحلات التجارية. لدي عائلة أعيلها، كيف يمكنني القيام بذلك إذا كانوا يقومون بإغلاق دائم؟ كيف سأكسب لقمة العيش؟ قلبي محطم، الحكومة تسيء إلينا. وبالتوازي مع هذا التدبير الجذري تواصل السلطات حملة تطعيم وطنية انطلقت بزخم كبير في 19 ديسمبر، حيث بلغ عدد الذين تلقوا الجرعة الأولى حوالي 360,000 شخص بحسب ما أعلن المدير العام لوزارة الصحة.